المغرب وإسبانيا يبنيان معا علاقات استراتيجية بين جارين متوسطيين، بينهما بالتأكيد نقاط خلافية على خلفية التاريخ. هو جوار صعب، ولكن أخيرا وربما لأول مرة في تاريخ الرباط ومدريد ينجح الجاران في بناء جسور ثقة جاءت بعد قمة مشتركة قبل حوالي 10 أشهر بين العاهد المغربي الملك محمد السادس وضيفه بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. اليوم نحن أمام تمارين تطبيقية وتنفيذية وتنزيل للنقاط الاتفاقية بين المغرب وإسبانيا، قمة اقتصادية مغربية إسبانية هنا في العاصمة الرباط، ونترقب أيضا قمة سياسية بحزمة من الاتفاقيات التي سوف تترجم الإرادة المشتركة المغربية والإسبانية في الانتقال من الجوار الصعب إلى الجوار الاقتصادي والتجاري الممكن. طبعا تبقى بين المغرب وإسبانيا ملفات معقدة، ملف الوحدة الترابية المغربية على اعتبار المسؤولية التاريخية لإسبانيا، وأيضا ملف جيبي سبتة ومليلية المستعمرتين الإسبانيتين. هذه القمة هنا في العاصمة المغربية الرباط هي اختبار حقيقي لمدى رغبة إسبانيا في أن تكون صديقا وحليفا للمغرب في الدفاع عن مصالحه في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد الملف الأخير للتصويت في البرلمان الأوروبي ضد المغرب، وهو ما اعتبره المغرب مرفوضا وتدخلا في شؤونه الداخلية، وأيضا قدرة الحكومة الإسبانية الاشتراكية التي تعتبر في إسبانيا محامي المغرب اليوم ونحن في سنة انتخابية، قدرتها على الدفع بالشركات الإسبانية الكبرى على الاستقرار في المغرب والاستثمار في المغرب. ونعلم جيدا أن إسبانيا شريك اقتصادي وتجاري أساسي واستراتيجي.